السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ السنة الثانية من التعليم المتوسط. إذا نروحوا مباشرة إلى المقطع السادس، الآيات صفحة 109. إذا هذا المقطع نروحوا إلى من معاني العيد، معاني العيد صفحة 112. إذا هذا النص يحكي على العيد ومعانيه الجميلة. خذ مصطفى لطفي المنفلوطي. إذا نروح مباشرة للأسئلة، أفهم وأناقش. السؤال الأول يقول: من يخاطب الكاتب في هذا النص وما مضمونه؟ إذا هنا الكاتب يخاطب في هذا النص السعداء والميسورين، أما مضمونه أن يقدم أهل السعداء بعض ما عندهم من أسباب السعادة للأشقياء. إذا هنا يخاطب الكاتب السعداء والميسورين. مضمون، إذا مضمونه أن يقدم أهل السعادة بعض ما عندهم من أسباب السعادة للأشقياء. نجاوب للسؤال الأول، قلنا أنه يخاطب الكاتب السعداء والميسورين، ثم مضمونه هو أن أهل السعادة على يعني أهل السعادة يقدمون أو يقدم أهل السعادة بعض ما عندهم من أسباب السعادة للأشقياء. إذن عديد مظاهر السعادة ومظاهر البؤس في يوم العيد كما وردت في النص. إذن كما وردت في النص، مظاهر السعادة هي إعداد صنوف الأرضية والحلل للكبار واللعب والتماثيل للأولاد، وإعداد ألوان المطاعم والمشارب للضيوف. أما من مظاهر السعادة أو من مظاهر عفوا البؤس والشقاء، النوم على مثل الجمر والأنين في الفراش، وتصدع القلب والحزن على الأولاد لأنهم بلا ثياب جديد ولا لعب جميل. إذا نروح نجدوهم من النص. إذا مظاهر السعادة مظاهر السعادة هي هنا إعداد صنوف الأرضية والحلل، ولأولادهم اللعب والتماثيل. إذن الصنوف الأرضية والحلل للكبار، ولأولادهم عدوا اللعب والتماثيل. أما للضيوف أعدوا لهم ألوان المطعم والمشارب، ثم ناموا هادئين كذلك بأحلام جميلة. أما مظاهر الشقاء أو التعساء أو البؤساء في العيد، هو إذن بالنسبة للأشقياء، إذن هم باتوا أو ناموا على مثل الجمر والأنين في الفراش، وتصدع القلب حزنا والحزن على أولادهم. لماذا؟ لأنهم بلا ثياب جديدة ولا
لعب جميلة. السؤال الموالي، اقرأ الفقرة الثانية من النص بما تستدعيه من نبر متميز، ثم علل لهذا التميز. إذا الفقرة الثانية في النص تتميز بنبرة الحزن، إذن هذه الفقرة الثانية تتميز بنبرة الحزن والأسى لما فيها من، إذا قلت لما فيها من حزن وأسى وشقاوة لهؤلاء الأطفال. إذن هذه الفقرة تتميز بنبرة الحزن والأسى. إذن تتميز الفقرة الثانية بنبرة الحزن والأسى لما فيها من حزن وشقاء أو حزن شقاء هؤلاء الأطفال. إذن لما فيه من حزن أو شقاء الأطفال، يعني من أجل الأطفال لأنهم لم يسعدوا. أما السؤال الرابع، يحمل النص قيم اجتماعية وإنسانية، أذكرها ومعلقتها بالعيد. إذن النص يحمل طبعا قيما اجتماعية وإنسانية، وهي قيمة التضامن والتكافل والعطف والحنان والشعور بالآخرين وتحسيس الأغنياء بضرورة مساعدة الفقراء خاصة يوم العيد. فربما نغفل عن الفقراء سيد العام، لكن يوم العيد يجب أن نتذكرهم. إذا نكتب هذه القيمة الاجتماعية والإنسانية. إذا يحمل النص قيما اجتماعية وإنسانية، وهي قيمة التضامن والتكافل والعطف والحنان والشعور بالآخرين وتحسيس الأغنياء بضرورة مساعدة الفقراء خاصة يوم العيد. فربما نغفل عن الفقراء سير العام، لكن يوم العيد يجب أن نتذكرهم. إذا يجب أن نتذكرهم. إذا نروح الآن لأقوم مكتسباتي. أذكر العبارات الدالة عن التوجيه في النص وما نوع جملها. وضح. إذا العبارات هي: فهل لأولئك السعداء أن يمدوا إلى هؤلاء الأشقياء يد البر؟ كذلك إن رجلا يؤمن بالله ورسله. كذلك لا تأتي ليلة العيد حتى يطلع في سمائها. وهي جمل بعضها إنشائية وأغلبها خبرية، وكذلك أغلبها جمل اسمية. نروح الآن إلى الأفكار والفكرة العامة، الأفكار الجزئية والفكرة العامة، وكذلك المغزى أو القيمة التربوية. إذن الفكرة العامة هي وصف الكاتب ليلة العيد ودعوة ودعوة الأغنياء لمساعدة الأشقياء في هذه المناسبة حتى تعم السعادة. حتى تعم السعادة، هذه هي الفكرة العامة. نروح الأفكار الأساسية للفقرة الأولى والفقرة الثانية. إذن الفكرة الأساسية الأولى وهي: ليلة العيد تجمع بين الأشقياء والسعداء ودعوة الأغنياء لمساعدة الفقراء. أما الفكرة الثانية،
والقيمة التربوية. إذا الفكرة الثانية، صدق الإيمان وحلاوته عندما يسارع الأغنياء لمسح دموع الأشقياء. أما القيمة أو القيمة عفوا التربوية هي: لا تكتمل فرحة العيد إلا بالتراحم والتعاطف وتفقد أحوال الفقراء والشعور بآلامهم ومساعدتهم قدر المستطاع. إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغنوه عن السؤال في هذا اليوم، يعني في هذا العيد. بهذا نكتفي بتحضير نص معاني العيد. انتظروني في فيديو قادم إن شاء الله، يعطيكم حل نحل أوضف تعليماتي إن شاء الله. إذا المرة الجاية نعطيكم أوضف تعليماتي السؤال الثالث، وكذلك أوضف تعليماتي يعني بالنسبة لوضعيات إدماجية إن شاء الله. إذا نلتقي في الفيديو القادم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.